انتو ذات من اهل الوجع ذاته، ويقول لك يا اخي الناس دي شيلوا منهم سلاح. ها يدي 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 حقيه للناس دي، للناس دي الجنجويد دي، عشان شنو؟ عشان انت تموت. وي ما في حاجه اسمها سلاح. نحن والله العظيم بعد اليوم اقسم بالله العظيم نتكلم كده ونملش اهلنا، اهلنا والله نملشهم. نحن يا زول دايرين 2 مليون خيمه للعزاء، 2 مليون خيمه للعزاء، مليون في دارفور، مليون في شمال السودان. موضوع انت تتكلم مسافر ايش نسال عن؟ احنا قاعدين ندى خيم للعزاء كفايه، دايرين 2 مليون خيمه للعزاء، كلام فاضي. اقسم بالله العظيم انت لو والله والله لو جبان، انت لو جبان دار تقعد تشرب مريسه مع نساوي، والله لازم وي الجبان ما تدافلو. جبان القايد يقعد هناك يلف في الهله يشرب يشرب مريسه بيلف مع النساوي، انت ما تدافلو. هل ياكل نار ورق؟ خلي جنجودي بالله يقتلوا يعمل اي حد. اي زول ما داري يدافع عن نفسه، اي زول ما داري يندم لمشروع زنجير، مشروع زنجير ده ما تدافلو. اي زول اي زول ما حس بوجع بقعد بيتبل وبتاع ما تدافلو. خلوه الموضوع ده موضوع ده موضوع ده كبير يا زول، موضوع ده كبير. جنجويد مسح جنجويد، الموضوع ده بدا في كل دول الساحل. جنجويد ده بالين تقيل في نيجيريا، في نيجيريا، في كاميرون، في تشاد. والله يومين ده اقسم بالله يومين ده جنجويد بالين بل تقيل، بالين بل تقيل في كل الدول. بالين بلهم لك في كاميرون لما قال واي، بلهم لك في تشاد قال واي، بلهم لك في نيجيريا بل. يا زول لازم نازل تبلهم ان احنا مشروعنا زي ما حصل في تنزانيا، زي ما حصل في زنجبار. ناس دي طلعت من كل القرى والبيوت والدكاكين والرواكي بالاخر، ناس دي اكلهم عديد نعم 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 نعم، اكلهم احترم نفسهم قادر. امن بلد حسي تنزانيا، امشي زنجبار، امشي امشي اورشا هناك، امن محلات في العالم. ها مشروع ده لازم يتطبق في السودان يا زول، عشان في زول يقل ادبه. حسي 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 ذمتكم القبائل الزنجيه ده، انت واحد منكم لو شال سلاح جاء السوق ده بالله عليك يسولوه شنو؟ والله يجزروك جزر عادي. لكن خلي جنجويد ده واحد ينتمي للقبائل العربيه يشيل سلاح يجي خاش السوق عادي، يشيل زي ما داير، بسرق زي ما داير، بيقتل زي ما داير، وبيشيل بيمشي. لكن لا لا فرق شنو؟ عجاب الفرق ده شنو؟ عجاب الفرق ده شنو؟ الفرق ده جاء من وين؟ الفرق ده جاء من وين؟ انه انت ما تقدر تشيل سلاح هو بيقدر يشيل سلاح. الفرق ده جابه شنو يعني؟ الفرق ده جابه شنو؟ اشيل بقى جنجويد ده عنده حق انه يشيل سلاح ويقتل زي ما داير، انت تموت شنو يعني؟ انت ليه تموت يا زول؟ انت انت ذاتك انت انت غالي، انت كان نفسك رخيص، انت غالي يا زول، انت غالي، انت ما رخيص، ما تفتكر انه انت رخيص يا زول. انت انا زنجي انا يا زول، انت بلد ده بلدك، سودان زلانا بلاك بيبل، انت بلد ده بلدك يا زول، ما تفتكر انه انت رخيص. انا من السوداء جبيني كانها طبع طرارة في رسوم المنزل، ها هكم سيوفك في الرغاب العزل، وإذا نزلت بدار ذل فأرحلي، وإذا بليت بظالما كن ظالما، وإذا لقيت ذوي الجهالة فأجهلي، اختر لنفسك منزلا تعلو به، ومت كريما تحت ظل القسدل، الموت لا ينجيك من آفاته حسن ولو شيدته بالجندل، موت الفتى في عزة خير له من أن يبيت عصير طرف أهقلي، إن كنت في عدد الأبيد فحمتي فوق السرية والسماق العازلي، فبزابلي محندي نلت الأولى لا بقرابتي وعديد الأزلي. أنا من السوداء جبين كأنها طبع ترعرع في رسوم المنزل، الساق منها مثل ساق نعامة، والشعب منها مثل حب الفلفل، والصغر من تحت اللسام كأنه برق تلالا في الزلام المستلي. يا نازلين عن الهما والديار، هل رأيتم في الديار تغلقلي؟ قد تال إزكم وزلي بالهوى، ومن العجائب إذكم وتزللي، لا تسقني مع الحياة بزلة، بل فاسقني بالعز كأس هنزلي، مع الحياة بعزة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزلي. وي ما في ليه في الكرامة الإنسانية؟ ما 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 تموت ساقط يا زول، ما تموت على الساقط يا زول، شوف شغلك جنجويد بلهم بلهم ما تجيبوا حي. كلام ده واضح أي مكان استله، اي ما ما تسمعوا كلام اولادكم في الحكومه اللي بيطبلوا لهمتي ديل، ديل عباره عن ناس متبلاتيه، ديل عباره عن انتهازيه، ها ديل ما تسمعوا كلامهم. وي ديل عباره عن ناس فلنجايات ساكت، ديل ما دارين مصلحتكم، ديل تموتوا يجي يقولوا لك نحن نفتكر ونعتقد اننا ندين ونستنكر، ده الكلام سياسيين ساكت. وي انتوا حريصين بحمايه نفسكم واولادكم واموالكم، بعد 20 سنه في ظل السلام في زول يجي يقتلك وتمشي عبث ساكت. ها مع الأسف الشديد نسى برين بامبينو، وأتأمي برين بامبينو له التحية يا أخي،
ربنا يرحمه 20 سنه كان منادل، 20 سنه منادل في الاحراش، ما لهوش 20 سنه ما شاف عياله. زول يجي يموت عرب جنجويد ديل ربات، زول بكون كابي بول في سرواله وسخان افن خمجان يقتل النازل، ما قتلهم وخلوهم. ناس ابراهيم بامبينو شباب المعام ديل ما قتلهم هناك في كولجو، ما خلوهم، لا لا ربطوهم. ما لا مؤاخذه زي الكلب بزول ميد ربطوه بحبل كده جروه بعربيه ودوه قريتهم هناك. شوفوا شوفوا العمل ده شنين كيف، زول بجروه زي الكلب بس بالبطوخ العربي بجروه بيرموه هناك. بقولوا يا اخي ديل جو يتضوا علينا والنساوين تزغرة، ها صوت النساوين، صوت النساوين فوق. بعد ده كل واحد يجي من ابناء زول بينتمي للحركه ورتبه كبيره في الجيش يجي يقول لك يا اخي انتوا ناس الوجع قتلتوا ناس زي داري بري جنجوي. ابو ده الشغله ده والله ده كلام فارغ، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم لو صحيح في ناس بتقبلوا كده مرات انتم كلكم تموتوا دارفور، والله كلكم تموتوا، اقسم بالله العظيم تموتوا كلكم، ونحن نيجي نتكلم في الشاشه بس كيف يعني اكثر من كده كيف يعني؟ ها؟ جنجوي طلع في الفيديو زهرين وانه نحن قتلنا الناس ديل وديل يعتضوا علينا ونساوين تزغرت وناس ببشروا وكلاشنكوف بيب بيب بيب، ها؟ فيديوهات وناس موجوده وباسمائهم واشكالهم اي حاجه، واحد من اولاد ديل يجي يقول، واحد من اولاد الجرح، واحد من الناس الالم يجي يقول يا اخي لا 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 جنجويد ما قتلوا ديل، ديل انتوا هوي 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 ده شغله، دي شغله فاتحه، دي شغله فاضحه والله، دي شغله فاضيه اقسم بالله، فاضحه وفاضيه اقسم بالله، ده كلام فاضي والله، اقسم بالله كلام فاضي، اقسم بالله كلام فاضي. هوي جنجويد والله العظيم شوف عجا قتل منكم واحد اقتلوا منه 300، والكلام ده انا مسؤول منه والله، غير كده اقسم بالله ما تلقوا سلام ولا امان، اي شيء بحطه فيكم، اي شيء بحطه فيكم، انتوا هتظلوا دهي، ها؟ اي زول بيفتكر انه نحن على غلط ده بكره هو بموت، ان احنا نيجي نتكلم في لايف ما فارقه معانا نتكلم ليه بعد بكره؟ ها؟ انت داير تموت؟ والله ما فارقه معانا، ما فارقه، الموضوع ده ما بيكلف معانا شيء، انا كامل ما بيكلف معي اي شيء غير انه اشحن تليفوني وما عندي مشكله، اشحن تليفوني واقعد هنا وامسح الشاشه واتكلم ليه بكره؟ ما بفرق معي شيء، انت لازم توقع، لازم توقع يا زول، لازم توقع، حريه ما سهله، حريه ما سهله. ها بشير السعداوي المعارض المنادل الليبي البارز السياسي الكبير قال يا اخي حريه شجره لا يلتف بظلالها الا من قرصها بيده وسقاها بدمه، حريه شجره ما في زول بيلتف بظلالها الا من قرصها بيده وسقاها بدمه، لازم حريه، دي حريه ما سهله، ما تفتكر الحريه تجيكم وكذا تجي ماشيه بورود ورديه وورود بنيه والى اخره، لا 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 حريه دار لها ثمن، ولو انتوا بس جبناء تقعدوا تتكلموا انه اولادنا سببوا لنا وما اعرف ليك، دارفور عرب كانوا عرب، وي يا زول ما كل العرب في دارفور كانوا طيبين، ما كل العرب في دارفور كانوا كويسين، ما يا زول هوي ما تغشوا الناس، عرب ديل كويسين ما كلهم، لكن ما كلهم، في ناس كانوا سيئين، في ناس كانوا ولا زالوا هيكونوا سيئين للابد، ديل انت والله والله ما حتعيش معهم الا بقوات السلاح، افهم يا زول؟ ده بقتل ساكت بقول لك انا بقول لك يا اخي دي شغله حلال من ربنا، انه يجي يقتلك انت ويشيل حاجاتك بالنسبه له حلال، وبقول لك يا اخي مع الاسف الشديد ده بقتلك باسم الدين، والدين بقول لك من قتل نفس بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياه فكانما احيا الناس جميعا، ده الدين بقول كده، لكن هي دون اندرستاند، هو ما بيفهم دين، هو ما بيعرف اي حاجه، هو بيعرف قوه السلاح، اذا انت قوي كده شوف الشيء اللي حصل في رواندا في كيغالي حصل كيف، ها كمان رواندا نازل اكلوا نار كده، هسي رواندا اقسم بالله ناس اكلوا نار يا زول، تقعد تجيب لي ما اعرف مبررات وما اعرف ليك وديل كويسين، ما في جنجويدي كويس، ديل دينه محير، انت لازم دينك يكون اسمنتي عديد، الكلام ده واضح يا زول. هو يا جماعه نحن عندنا مشروع، مشروعنا ده مشروع تحرير الاريد او مشروع تحرر الاريد، هنا هنحرر البلد من جنجويد، وجنجويد ده هيتحرر، اي بلد هنحرر من جنجويد زي ما حرروا تشاد من جنجويد، وزي ما حرروا كاميرون ونيجيريا واي محل في هناك في نيجر كمان، جنجويد هناك اكلهم اكل عديل في كاميرون، قالوا واي، هنا في السودان في دارفور لازم يقولوا واي، لكن الجبانه الدارية يمشي يشرب مريز ويلف مع نساوين، ده خلاص اللي يشوف شغل ده ما تنغزوه، ده ما خلوه ياكل نار، اي زول جبان هوي، مشروع ده ما في زول فاضي لزول،
ما تفتكروا في زول محتاج لزول، انت محتاج لنفسك. مشروع تحرر الاريده اللي احنا ماسكينه ده، مشروع وحده الزرقه، ما في زول محتاج لزول. انت لو ما قدرت تحمي نفسك، ما قدرت تحمي حاجاتك، حياتك توز فيك يا زول. ما تفتكر انه في زول محتاج لك يا زول. يقول لك مين ده المحتاج؟ ما في زول محتاج لك. انت محتاج، ما في زول محتاج، وانت تعرف انا قاعد اقول شنو يا زول. توز فيك. قلت له الا لازم تفهم يا زول، لازم تفهم. ما تفتكر انه ناس فلان ده محتاجين لك، انت محتاج لناس فلان يا زول. قوم على هيلك امشي اندم، خلي النساوين ومريسه بتاعك ده وتخرج هناك امشي اندم. اقسم بالله لازم تموت. وي لو دارين تلفلفوا تدوروا والله لازم تموتوا كلكم. انا هنا كلامنا ده واضح، جندي ما بيفهم الا لغه السلاح، وانت لازم